عمليات تحرير الجندي المختطف جلعاد شاليت ما زالت مستمرة بشتى الطرق المختلفة، إما عسكرية أو ضغوطات دبلوماسية. على خلفية هذه التطورات والأوضاع الحالية، قاموا اليوم المسؤولين عن اختطاف الجندي بإعطاء مهلة هي السادسة صباحا لإعادة الجندي المختطف مقابل تحرير أسرى فلسطينيين. لذلك إنفو لايف تي في وصلت إلى وزارة الخارجية والتقت مع الناطقة بلسان الوزارة أميرة أورون التي أطلعتنا على تعامل وزارة الخارجية والحكومة مع هذه الأحداث الصعبة. المهلة التي أعطتها لجان المقاومة وحركة حماس التي قامت بالعملية، كيف سوف تتعامل وزارة الخارجية أو الحكومة الجديدة مع هذه المهلة؟ نحن سمعنا عن هذه المهلة من الإذاعة، ويجب علينا الآن أن نبحث هذا الموضوع، فلذلك لا أريد أن أتطرق إليه أكثر من ذلك. لكن يجب أن يكون معروف أن إسرائيل، الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت أنها تنتظر إلى إخلاص سبيل هذا الجندي دون أي شرط مسبق. أولمرت بدعي أنه بدي يغير قوانين اللعبة، لا يريد مساومة على أسرى فلسطينيين مقابل جندي إسرائيلي. هل هذه السياسة سوف تعيد الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت إلى البلد؟ لا، السياسة الإسرائيلية هي كانت من البداية نحن نفضل أن يتم التفاوض عن هذا الجندي، وهذا التفاوض استمر خلال عدة أيام. للأسف الشديد حتى هذا الوقت لا نرى أي نتيجة لهذا التفاوض وكل الاتصالات الدولية السياسية التي قمنا بها خلال هذه الأيام، ولكن نحن نستمر بهذه الجهد السياسية. مثلا اليوم تقوم بزيارة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني إلى روسيا، وهي تجتمع بالرئيس الروسي بوتين وتتحدث معه وتبحث معه موضوع الجندي المخطوف، وأيضا تطلب منه المساعدة. فلذلك نحن اليوم نتمكن أن نقول أن السياسة الإسرائيلية هي الدمج للإجراءات العسكرية وللضغوط السياسية. هل ترين في الجانب المصري هو سوف يحل المشكلة أو سوف يساعد في حل المشكلة؟ نعم، نحن نعتبر مصر والرئيس مبارك طبعا لهم دور مهم جدا في كل هذه العلاقات، وكما هو معروف لمصر علاقات جيدة خلال السنوات الأخيرة داخل الجانب الفلسطيني، وهم يتفاوضوا بين الحماس وفتح، والآن طبعا هم يساعدون في مسار السياسي الدبلوماسي من أجل إخلاص سبيل الجندي. يجب علينا أن نعطي هذا الموقف إلى الجانب الفلسطيني أننا لن نتفاوض مع الإرهابيين، مع المتطرفين، ويجب عليهم أن يقوموا بإطلاق سراحه فورا. سؤال بيختلف كليا، هل الحكومة الجديدة سوف تستمر بالعمليات العسكرية المستقبلية ممكن القول؟ نعم، الحكومة الإسرائيلية قد قررت يوم أمس بإجراء عمليات عسكرية محدودة النطاق، وللأسف الشديد هي الجيش الإسرائيلي يستمر بذلك. مثلا اليوم هنالك عملية عسكرية من أجل تمشيط أو بحث عن الأنفاق في شمال قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي يستمر في ذلك. وأيضا هنالك هدف آخر لكل هذه العمليات، وهو طبعا منع إطلاق صواريخ القسام على مدينة شديروت. وهل هذا سيساعد بإعادة جلعاد شاليت؟ نحن نتمنى أن هذا سيساعد، لكن كما قلت نحن نفضل أن الإجراءات السياسية والتفاهم السياسي الذي نحن نتمنى أن يكون أيضا في الجانب الفلسطيني هو الذي يساعد بنهاية بإنهاء هذه الأزمة. بعد المهلة التي أعطوها اليوم المسؤولين عن اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت، هنا وزارة الخارجية سوف يزيد عملها على الضغط على وزارة الخارجية الأخرى من أجل تحرير الجندي الإسرائيلي. وكذلك من الطرف الآخر، قوات الجيش والعمليات العسكرية ما زالت مستمرة في قطاع غزة. ما هو الحل لهذه القضية؟ هل هي الضغوطات الدبلوماسية أو العمليات العسكرية؟ سوف ننتظر ونرى. من إنفو لايف تي في كان معكم فراس حامد من هنا من وزارة الخارجية في القدس.